الرحمن الرحيم، معكم محمد جمال المحامي. هنتكلم النهارده عن اسباب البراءه في قضايا ايصال الامانه. ايصال الامانه هي ورقه جنائيه كثيرا ما نلجا اليها في حياتنا العمليه كضمانا لحقوق، ولكن يبقى السؤال: ما هي اسباب البراءه في قضايا ايصالات الامانه؟ اورد المشرع المصري عقود الامانه على سبيل الحصر وعقبها بالماده 341 من قانون العقوبات، ومناط العقاب في جريمه خيانه الامانه ان يكون المتهم قد تسلم مالا بالفعل أثناء توقيع العقد الأمانة، ومفاد ذلك أنه إذا حرر إيصال الأمانة كضمان لمعاملات مدنية أو تجارية فلا عقاب، وعلى المحكمة أن تحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم، وتقضي محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية والإحالة للمحكمة المدنية المختصة. مثال ذلك أن يحرر إيصال الأمانة كضمانا لإيجار سيارة، أو ضمانا لحقوق شرعية بين زوجين، أو ضمانا للحقوق في الإرث، فتلك المعاملات لم يتسلم المتهم فيها مالا فعليا على سبيل الأمانة، إنما حرر الإيصال كضمان. وإذا تقدم دفاع المتهم للمحكمة بالمستندات التي تثبت مدنية العلاقة بين أطراف الإيصال، ودفع بانتفاء ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة كدفع جوهري، ومن هنا تأمر المحكمة بإحالة الدعوى الجنائية للتحقيق وسماع شهود الخصوم لإثبات إن كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل وقت تحريره لإيصال الأمانة من عدمه. وهذا بعد أن استقرت أحكام محكمة النقض إن العبرة بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بالمستندات. ومن هنا يتعين على المحكمة الحكم ببراءة المتهم إذا ثبت أن المتهم لم يتسلم مالا فعليا على سبيل الأمانة، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات من مستندات وشهادة شهود. بنأتي بقى لسؤال تاني، سؤال آخر: ما هو حكم إيصال الأمانة الموقع على بياض؟ استقرت أحكام محكمة النقض على أن إيصال الأمانة الموقع على بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم، وأن المتهم لم يتسلم مالا فعليا، فقد وقع الإيصال وطرق صلبه دون تفقيط المبلغ كضمان لتعاملات مدنية أو تجارية. وهنا يتعين على المحكمة الحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم. وكيف عندنا سؤال تاني بقى: وكيف يثبت أن الإيصال في الأصل حرر من المتهم على بياض؟ جائز إثبات ذلك بالإحالة لأهل الخبرة من أبحاث التزييف والتزوير لإثبات أن التوقيع تم في ميعاد لاحق عن تفقيد صلب الإيصال، ويستوجب على دفاع المتهم أن يكون موضوع طعنه أمام المحكمة على صلب الإيصال، يعني لازم يطعن على صلب الإيصال. وجائز بعد ورود تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن تستمع المحكمة لشهود الخصوم عشان تتبين إن كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل على سبيل الأمانة من عدمه، ويكون الحكم بالبراءة إذا أثبت انتفاء ركن التسليم. وإن كان هناك بعض الآراء الفقهية إن توقيع الأوراق على بياض بمثابه التفويض من الموقع لصاحب الورقه بتفقيد ما يراه من مبلغ، ولكني ارى ان هذا الراي جائز في الاوراق المدنيه وليست الجنائيه كايصال الامانه مثلا، وان التوقيع على بياض هو قرينه على انتفاء ركن التسليم وحكمه هو البراءه. اتمنى اكون قد شرحت البراءه في ايصال الامانه، وشكرا.